شوفي شو ما بدك تسوقي روري؟ أنا بدي سوق روري. والله شو مش عاجبك روري يعني؟ شو هالقد مستخفي فيها؟ بعدين هالعربية مش مين ما كان بسوقها. شو؟ يلا 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 بعد قرب شوي بعد شوي يسلموا معلم عم اهلك الله اوبا تعي تعي شوف من هون شو هالمطرح الحلو هيدا؟ هذا المحل عنده ذكريات كتير بقلبي وبراسي تعرفي؟ نحن وصغار كنا نلعب لعبة بدنا نحذر بعضنا كلمة بس بسبب صوت المي والعصافير الباقي ما بيسمعوها شو هي هالكلمة بصيروا حذروا بعض اوكي حذرني لشوف اوكي بس بلا ما تطلع بتمي احسن ما تعرفي من حركه شفافي بحبك شو شو قول قلت ما سمعت يكون أحسن تعرف كتير حلو المطرح هون ما عبالي فل أبدا أي بنبقى بس بناخد سيلفي إذا بدك يلا بس بتليفوني أنا إيه نتصور وحدة هيك 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 لهون على البحيرة وينن الطيور طاروا كلهم؟ خليني اخذ وحده هون كمان معلم عزبك دخيلك على شي فنجان قهوة هلأ ايه اذا بدك منروح في قهوة هونيك بس انه عقدم شي لطيف يعني ايه اطيب اطيب هيك يلا طيب بس انا بدي سوق روري هلأ صرت تحبيها يعني تعودت عليها هلأ انغرمت فيها المفاتيح بليز طيب ها المفاتيح ها المفاتيح طيب يلا ممنونك
اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. مش شايفتكم من قبل. ايه صراحه هيدي اول مره بنجي لهون، بس انا دائما بكون قاطع على هالطريق بلفت لي نظر المحل. هيدي قهوه حسيبه مش حيلا قهوه. بدك نفس معسل؟ ايه اذا في بعزبك معسل على عنب. كرم عينك. ما فيك بلا هالارجيه لجاد؟ اف ليه بقى؟ انه خايفي على صحتك. معها حق، من غير شر مجوزين خطاب ولا بس حبايب؟ حكيت شي غلط؟ لا لا، بس لانه نحن اصحاب وبس. ما توخزوني، انا شفتكن كتير لابقين لبعض مثل القمار. اسم الله. رح اعمل لك نفس ارجيلي عنب معسل على ذوقك. اذا احتجتولي ندوني، اسمي حسيبي. مرسي حسيبي. لك ذوق. شو ما بدنا نخلي شي عكرنا مزاجنا هلا؟ لا بس انه انا ما قلت لها انه انا مرت بيك. انه منك مضطره تقولي شي ابدا. انه كان ضروري هالارجيله يعني. اوه معلوم، ارجيله هلا دواء. يا عيني على هالدواء التعتير. يا حسيبي وين صارت هالارجيله؟ بردت القهوه.